عرفتي من شجرة عاشوراء؟ لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف اليهود كيصوموا في يوم عاشوراء واللي هو 10 من محرم، سول دوك الحاضرين علاش كيصوموا هاد اليهود؟ قالوا ليه كيصوموا فرحا بنجاة موسى من فرعون. فهذا النهار نجى الله موسى عليه السلام من فرعون. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، وإذا أدركت هذا اليوم العام المقبل غادي نصومه. هذا اليوم كان كيتعتبر في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بعد ما شاف اليهود يوم فرح، ولكن من بعد 50 سنة غادي يولي هذا اليوم هو يوم حزن. فبزاف من الناس يتحب ليه بأنه هذا النهار هو استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولكن من بعد 50 سنة على الحدث اللي شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع اليهود بالضبط في سنة 61 في كربلاء تحديدا، غادي تكون الخيانة العظمى من قبل أهل العراق، أو كما كانت كتسمى سابقا أهل الكوفة، اللي فيها سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب وآل البيت غادي تغدروا، وغادي توقع مجزرة كبرى اللي غيموت فيها 18 من آل البيت. شيء كان كارثي كيف قلت لكم اللي كان منهم سيدنا الحسين رضي الله عنه. باختصار قصة حلقتنا اليوم غادي نشارككم شنو وقع بالضبط وشنو مكتوب في كتب أهل السنة واللي اجتمعت عليه حتى كتب الشيعة، حقائق تاريخية. ما تمشيو فين وبقوا معايا باش تعرفوا القصة كاملة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. شحال هذه ما عطيتكم سؤال حلقتنا اليوم اللي هو: من الذي لقب بسيد الشهداء، ايضا لقب حتى باسد الله؟ كنتمنى الاجابه ديالكم لتحت في التعاليق. الحلقه اليوم خصكم ضروري تسمعوها، وكان وعدكم باللي انه كل شيء غادي يفهمها حيتاش غادي نشاركها معكم ببساطه ووضوح. وجدوا ريوسكم واجيو تسمعوا معايا جميعا، ما نتعطلش عليكم اكثر وخليونا ندخلوا في حلقتنا اليوم. لنبدا. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: الحسن والحسين ابناي وابن ابنتي، اللهم انك تعلم اني احبهما فاحبهما. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان تسمع سيدنا الحسين تيبكي تيقول سيدتنا فاطمه الزهراء: الم تعلمي ان بكاءه يؤذيني؟ اي سيدنا الحسن هو بطل قصتنا الليله اللي عنده واحد المكانه عظيمه في قلب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من غير انه من بيت اله. تقريبا في سنة 61 غادي يموت معاوية بن أبي سفيان اللي غادي يسند البيعة والخلافة لولده بن اليزيد. لما تحولت الخلافة لولده غادي يبيعوه الناس إلا واحد الأشخاص اللي هما معينين ما بيعوهش، اللي هما الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير اللي كانوا في المدينة. فغادي يبزز عليهم والي المدينة ديك الوقت باش أنه يبيعوا اليزيد، ولكن هما كانوا أحق من اليزيد بالخلافة بطبيعة الحال. فأشنو جاب الحسين وعبد الله بن الزبير لعند يزيد بن معاوية؟ فراكين فرق كبير. المهم ما بغوش يبيعوه، قالوا ليه بلي انه ما عندكش الحق في الخلاف وغادي يمشيو من المدينة لمكة. فخلافة يزيد بن معاوية ولت خلافة انشقاقات فكرية اللي غادي يدوز فيها 4 سنين وصف، ولكن غادي يبداها بسيئة وغادي يساليها بسيئة، بمعنى غادي يبداها بمقتل الحسين وغادي يساليها بمذبحة أو وقعة الحرة اللي ذبح فيها الصحابة في المدينة. وطبعا باش نوضح لكم، اليزيد راه ماشي صحابي باش ما نتشتتش لكم دماغكم هاد النقطة. فهاد الوقت الحسين كان بمكة جلس فيها حتى بدأوا توصلوه الرسائل اللي وصلت ل20,000 واللي كانت كتجيه من الكوفة من العراق، اللي فيها المبايعات كلها للحسين بن علي باللي أنه أنت خليفة المسلمين ولا خليفة بعدك، غير أجي لهنا وحنا راه غادي نبيعك. فهاد الوقت سيدنا الحسين غادي يستغرب من هاد الرسائل اللي جاتو من الكوفة، وهو عارف بلي أنه أهل الكوفة هما أهل شقاق ونفاق، هما اللي قتلوا الأب ديالو وهما اللي طعنوا الحسن خوه حتى تسببوا في الموت ديالو، وهم أهل الخيانة في التاريخ، كانت الخيانة ديالهم عظمى. ولكن لما وصلوا هاد الرسائل اللي فيها الناس كتبيعوا وشي كيبارك ليه بالولاية وانت هو الخليفة وحتى حد من غيرك، فحاول أنه يتأكد من هاد الأمر شنو غادي يدير بالطور ديالو. غادي يمشي لعند ولد عمه مسلم ابن عقيلة بن أبي طالب اللي قال ليه: يا مسلم سير شوف ليا دوك الرسائل اللي وصلوني من عند أهل العراق واش صحاح ولا لا. فعلا مسلم غادي يمشي من مكة باش يتأكد كد من الموضوع اللي كاين في العراق، وغيلقاه باللي انه راه بصح كلهم تيبيعوه وبغاو الحسين باش انه يجي لعندهم، واللي كانوا
اكثر من 18000 واحد. غادي يمشيو لعند مسلم تيقولوا ليه حنا راه ما بغيناش نبيعوا ليزيد، قول للحسين يجي ويستلم امر المسلمين. فمسلم في هذا الوقت غادي يفرح وغادي يصيفط للحسين بلي انه الموضوع راه صحيح وراه ماشي اشاعه، وكاع الناس هنا راه تيبيعوك وبغاوك انك ترجع. سيدنا الحسين غادي يشد الرحال من مكه للعراق. في هذا الوقت لما الصحابه غادي يسمعوا هذا الكلام غادي يعارضوه ويقولوا ليه باش انك ما تمشيش، راه هادوك اهل خيانه وما تحاولش انك تفكر بهذا الموضوع نهائيا. واش ما شفتيش شنو داروا في باك في خوك؟ ما تمشيش. غادي يقول لهم لا غادي نمشي مادام الناس مبيعيني وعندي رسائل، انا صافي خصني نمشي. فاحد من الصحابه غادي ينبهو في الطريق لمده 3 ايام باش انه يقنعه، ولكن الحسين اصر. اصلا هو رجل شجاع وما كيتقارنش بحتى شي واحد في العصر ديالو، كيف ما معروف عليه عظيم البنيه عظيم القلب والشجاعه والايمان. فرجد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وامه فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين. فهو بان ليه بلي انه هذا الموضوع عادي، يعني اشنو جهدهم ما يديروه في الاخر، هم مسلمين ومستحيل باش انهم يقتلوا عطره رسول الله. هو صافي اصر على انه باش يمشي وغادي يودع الصحابي اللي تبعو اللي هو عبد الله بن عمر، وهو يقول ليه ودعتك الله. في ديك الوقت مسلم كان بقى تما، فاليزيد بن معاويه سمع بداكشي اللي تيوقع وديك الفتنه اللي نايضه، فشنو غادي يدير؟ تخيلوا غادي يصيفط اخبث رجل داز في داك العهد واللي هو عبيد الله بن زياد، واللي غادي يدخل للكوفه ملثم. داك الشعب غادي يسحب لهم بلي انه الحسين، فبداو كيسلموا عليه اهلا بابن بنت رسول الله. وهنا فين تاكد هذا الرجل الخبيث اللي هو عبيد بلي انه كاينه فتنه وبلي راه الحسين راه جاي وبلي شي حدث راه وقع تما وحتى حد ما عارفه. هذا الخبيث غادي يتولى الكوفه وغادي يجمع لعندو الناس وغادي يسولهم شنو واقع. قالوا ليه راه مسلم بن عقيل كاين هنا. قال لهم شنو اللي جابو؟ قالوا ليه جاء على اساس باش انه ياخذ البيعه لسيدنا الحسين. قال لهم جيبوا لي مسلم. غيمشيو للجند باش انهم يجيبوا مسلم، ولكن هو خرج وجمع الناس عليه ونوض ثوره وقال لهم اليوم نهاركم، لا عبيد الله بن زياد ولا غيره، يلا نمشيو للقصر ديالو. وغيمشيو معاه تقريبا 4000 واحد من هادوك اللي موجودين بالاسلحه ديالهم، وغادي يمشيو يحاصروا القصر. في ديك الوقت كانوا وصلوا مع الظهر، ولكن ما جي وصل المغرب حتى غادي يلقى مسلم راسو بوحده، وهنا فين كانت خيانه كبيره وعظمى. فعلاش وشنو وقع لهم وفين مشاو؟ هذاك الخبيث ديال عبيد كان تيصيفط شي لشي باش يقول لهم غادي نقطع عليكم المؤونه وحتى المعاش، وانت غادي نحي لك جنسيتك، كل واحد باش كان كيهددو حتى نسحبو كلهم وغادي يبقى غير مسلم بوحدو. ما عرفش شنو غادي يدير ديك الوقت وهو يهرب، ولكن عبيد غادي يصيفط ليه شي رجال باش انهم يتبعوه ويجيبوه ليه. فاش بغى يقتلوه قال لهم اسالكم بالله خليني نصيفط ليه الحسين باش ما يجيش عند هاد الخوانه. غادي ينطق عبيد لا غير خليه يجي. فهاد الوقيته عبيد غادي يقتل مسلم بن عقيل بن ابي طالب. فهاد الوقت الحسين ما عرفش شنو واقع من خيانه وشنو وقع لولد عمو. غادي يوصل لواحد البلاصه اللي سميتها القاسيه، وبان ليه من بعيد بلي انه بحال شي نخل اللي هو كثير، وهو يسول اصحاب ديالو اللي هما من اهل البيت الكرام، قال لهم كانهم جند مجنده. هذاك عبيد كان مصيفط واحد الفرقه اللي مكونه من 1000 رجل، وكيقودهم الحر بن اليزيد الرياحي التميمي رحمه الله عليه، باش ان هذه الفرقه تحاول انها تواجه او تحبس سيدنا الحسين باش ما يدخلش للكوفه. هذا الرجل اللي قلت عليه رحمه الله عليه، فلما وصل الحسين جا وقف قدامه وبدا سيدنا الحسين تيشوف فيه وقال ليه شنو عندك؟ قال ليه الحر اللي هو قائد هذه الفرقه شنو اللي جابك يا حسين؟ قال ليه جابوني هذه الرسائل والبيعه من اهل الكوفه، انت اللي شنو بغيتي؟ قال ليه انا جيت باش انني نمنعك انك ما تدخلش للكوفه بامر من عبيد الله واللي مامور من يزيد بن المعاويه باش ما تدخلش وما عندكش حتى شي بيعه هنا. غادي ينطق سيدنا الحسين وقال ليه ودوك الناس اللي كيتسناوني؟ جاوبوا الحر وقال ليه واش ما عرفتيش بلي انه دوك الناس راهم خانوا مسلم؟ غادي يسولوه يقول ليه فين هو مسلم؟ قال ليه قتل. كيفاش تقتل؟ هادشي اللي وقع خانوه، وانا جاي عندك دابا يا ابن بنت رسول الله اسالك الله ان ترجع من حيث اتيت، ما تحاولش انك تدخل الكوفه، راه عبيد الله وابن زياد وكل من كاين في الداخل غادي يخونوك، سمع الكلام وسير رجع. قال ليه لا والله ما غنرجع. يا حسين
ارجع غادي يدفعوا سيدنا الحسين، وقال ليه ثكيلتك امك. شاف فيه الحر وهو يقول ليه والله لو قالها غيرك لابكيته وابكيت امه عليه، ولكن انت شنو غادي ندير لك؟ الام ديالك سيده نساء العالمين، وما نتجرأش انني نقول بحالك، ولكن اسالك بالله لا تدخل الكوفه. قال ليه انا غادي ندخل نشوف الناس اللي كاينين تما. قال ليه راه خونه وغادي يخونوك، واكبر خائنين وهم اللي صيفطوني باش انني نقاتلك، غير سيرجع. سيدنا الحسين ما تسوق حتى شي حاجه، بدا كيتحرك وحاول الحر باش انه يبعدوا حتى وصل لكربلاء. وهو يسول عليه الحور شنو هذا الموقع، قال ليه كربلاء، وقال لي سيدنا الحسين رضي الله عنه والله انه كرب وبلاء. حاول الحور باش انه يرجع ولكن ما قدرش، فاذا به جاي واحد الجيش اخر بقياده واحد الانسان خبيث اللي سميته عمر بن سعد بن ابي وقاص، وللاب ديالو كان تيحارب لفتح بلاد فارس في معارك اللي دازوهم عظيمين، في معارك اللي كانوا عظيمين، ولكن هذا الخبيث عمر جاي باش انه يقتل الحسين حفيد رسول الله. مقابل شنو في نظركم؟ مقابل متاع الدنيا، حيت هذاك عبيد طمعو قال ليه بلي انه غادي نعطيك ولاية الرأي إذا هنيتيني من موضوع الحسين بأي طريقة بغيتي. فلما وصل هذا الخبيث عمر لهذا الموقع ومعاه تقريبا 4000 شخص، فبداو كيتفاوضوا معاه. قال لهم سيدنا الحسين رضي الله عنه مالكم جيتوا؟ انا راه جيت للبيعة. قالوا ليه ما كايناش البيعة وسهل الموضوع. قال لهم غادي يكون فلان فلاني، ويخرج صاحب داك الاسم. قال ليه نعم، وبدا كيعيط بالاسماء على كل واحد. قال لهم نتوما اللي صيفطتوا ليا، واش ماشي هذه هما الرسائل ديالكم؟ فهاد اللحظه شي بدا كيشوف شي، دوك اللي صيفطوا ليه جاوا باش انهم يقتلوه. تاكد باللي انه الكلام اللي كانوا تيقولوا ليه الصحابه راه شقاق ونفاق، فاشنو هي هاد الخيانه وشنو هي هاد القذاره؟ بين قوسين نزيدكم، هادو اللي صيفطوا ليه باش انهم يبيعوه وخانوه هما بنفسهم الناس اللي تيبكيو عليه ليومنا هذا من اهل الكوفه، اجدادهم هما اللي غدروا في سيدنا الحسين. ولما شافتهم سيدتنا زينب بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنها كيتبكى، قالت لهم سكتوا، على من كتضحكوا نتوما علينا؟ احنا اهل البيت كتقتلونا وكتبكيو علينا؟ سيدنا الحسين غادي يخيرهم ما بين ثلاثه الحوايج، يا اما يصيفطونا لثغر من ثغور المسلمين، او اللي يمشي لعند يزيد بن معاوية يدوي معاه ويتناقش معاه، او اللي يرجع لعند عائلته. غادي يقول ليه بلتي نسولو عبيد الله باش انه يمشي يسول يزيد. قال لهم خليه يختار اللي بغى ويديرو، غير المهم هو ما يديرش لينا شي مصيبه هنا. ولكن شكون كان عند يزيد؟ كان عنده واحد الشخص حتى هو قمه الخبث، شمر ابن ذي لجوشه، كنتمنى انني ما نكونش غلطت في الاسم، غادي يسمع هذا الكلام. قال ليه انت امير كتقول اختار اللي بغيتي، قول لهم يجيبوه ليك اسير ودوي معاه. فاش قالوا لسيدنا الحسين هذا الشيء قال لهم انا نستأثر ليه؟ انا الحسين بن علي بن ابي طالب امي فاطمه الزهراء بنت رسول الله، استأثر لعبيد الذي لا يعرف له نسب؟ قالوا ليه هذا الشيء اللي عندنا. قال لهم لا. قالوا ليه اذا القتال؟ قال لهم تقاتلوني انا. قالوا ليه نقاتلك انت. فالحر بن زياد قائد الفرقه فاش سمع هذا الكلام قال والله دون الحسين. قالوا ليه انت من الجيش ديالنا؟ قال لهم انا ماشي من الجيش ديالكم ولا انتم مني. وهو يمشي وقف في صف آل البيت وبدا القتال. تخيلوا معايا آل البيت شحال من واحد كانوا؟ كانوا 72 واحد بالاطفالها ونسائها ورجالها، واللي كتنتمي بالعرق ديالها والدم ديالها لرسول الله، قمه القذاره. المهم غادي يقتلوا كل شيء، واول من طعن سيدنا الحسين واحد الشخص اللي سميته سنان بن انس النخعي، غادي يقطع عليه راسه. الجرأة على الله وعلى آل بيت رسول الله، وكيف كنقول لكم قمه الخبث. كيفاش قدروا يديروها؟ تخيلوا عبيد لما قتل سيدنا الحسين قالت له امه قتلت عطره رسول الله والله لن تشم ريحه الجنه. فلما تقتل سيدنا الحسين اخذ بالراس ديالو لعند عبيد الله، ولما حطو قدامه بدات يلعب به بواحد العصا. من بعد هذه الحادثه قال انس بن مالك لما شافوا والله هذا الفم او الثغر الذي تلعب به رايت رسول الله يقبله. سيدنا الحسين رضي الله عنه غادي تقتل بخيانه عظمى، واللي كان مسؤول على هذا الشيء هم اهل الكوفه، واول ناس اللي باقي مازال كيتبكوا عليه ليومنا هذا اول يد طعنت سيدنا الحسين رضي الله عنه. ونزيدكم اي واحد قتل او لا شارك في قتل سيدنا الحسين من بعدها تقتل باشر قتله على يد واحد الكذاب اللي سميته المختار الثقف. وهذه هي القصه نتاع هذا اليوم ديال عاشوراء، واللي هو يوم حزين وتعيس على الامه الاسلاميه باجمع.
وهذه هي القصة نتاع عاشوراء اللي في الأول كان الاحتفال ديالها أو البداية ديالها بشيء اللي هو جميل، ولكن من بعد 50 سنة في كيف قلت لكم من موت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غتولي حزن على أمة سيدنا محمد. فما تنسوش أنكم تجاوبوني على التعليق لتحت. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقاو بعد غدا إن شاء الله. سلام سلام.